احنا بالنسبه لنا عندنا واحد التجربه اللي كبيره، مقابله ما تكونش مقابله سهله، مقابله صعيبه على الطرفين. احنا التجربه ديالنا ديال هاد خمسه المواسم حنا كنمشيو حتى النهائي ولا نصف النهائي، حنا عازمين هاد الموسم باش نوصلوا للنهائي. المقابله ما غاديش تقسم على جوج، ضروري خاص فريق هو اللي غادي ينتصر بجوج نصف النهائي ان شاء الله. كما كنعرف جميع المدرب كاريدو اللي جا درب في البطوله الوطنيه ودرب في الساحه الافريقيه عنده واحد الدرايه اللي كبير على الساحه الافريقيه. حنا بالنسبه لنا نسجمنا معاه بزربه وغادي نحاولوا ان شاء الله باش نتعبوا. بالنسبه لنا كلاعبين واخا جا القدوم ديال المدرب في اسبوع، كتبقى المسؤوليه الكبيره على اللاعبين هما اللي غادي يكونوا في الارضيه ديال الملعب. حنا عارفين المسؤوليه اللي علينا، عارفين بلا بحال هاد المقابلات خصهم يتربحوا حيت ما فيهمش كيفاش غتعاود باش ترجع في النتيجه ولا ماشي بحال البطوله. الفرقه اللي خسرات راه غادي تقصى من عصبه الابطال. حنا الجماهير ديالنا ما بقيناش راضيين باش نخرجوا من دور الربع، على الاقل كنمشيو حتى النهائي. هادشي اللي ولفوا علينا الجماهير ديالنا. حنا المقابله ديال غدا ان شاء الله كتبقى المقابله ديال اللاعبين اللي غادي يكونوا في المستوى ان شاء الله في رقعه الميدان. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش تابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.